طبعا انا ارى ذلك. اسرائيل استطاعت ان تنقل المعركه من الحرب النمطيه للحرب الاستخباريه، حرب الاهداف النوعيه، او ما سميتها في حلقه سابقه مع حضرتك حرب الاهداف المنتخبه. انتخبت اهداف واستطاعت يعني سنه من الصراع تقريبا في غزه لم تحقق اسرائيل اهدافا استراتيجيه، يعني لم تقضي على حماس، لم تستطع اخراج الفلسطينيين الى سيناء، ولم تستطع أن تغير الواقع السياسي لا في الضفة ولا في غزة، يعني لم تفرض أجندة السياسية. فهذا لم تتحقق الأهداف الاستراتيجية سوى قتل الحياة، التدمير في المنطقة. والتدمير لا يعني أستاذ أحمد، التدمير لا يعني نصر، ممكن أن تحقق نصر دون تدمير كما حصل في استهداف شكر واستهداف هنية. هذا النجاحات يعني حققتها إسرائيل عبر حرب نوعية خاطفة يعني. وإسرائيل معروفة من أكثر دول الشرق الأوسط التي غير متعودة على الحروب الطويلة أستاذ عبد، يعني مو مثل العراق مثلا. العراق من سنوات حارب إيران، إيران أيضا نفسها طويل بالعهد القاجاري، أيضا دخلت في صراع طويل مع القيصرية الروسية. يعني دولنا إحنا دول معتادة على الحروب الطويلة، ولكن إسرائيل تعتمد على فكرة الحروب الخاطفة، حرب الأيام الست، حتى حرب 73 كانت حرب شبه خاطفة وانتهت بسرعة. يعني مش معتادة على أن يعني تستمر تدخل صراع لسنوات يعني. فلذلك هي لجأت إلى الأسلوب الثاني، وهذا أسلوب سبعيني. يعني في السبعينيات كانوا يستخدموه، بالستينات والسبعينيات والثمانينات اختيار القادة يعني مش جديد. حتى قادة حزب الله حرب، وسيد السيد الموسوي، القيادات السابقة لحزب الله أيضا تم استخدامه دافع عبر إسرائيل في لبنان. ولكن أستاذ أحمد، النقطة التي أريد أن أشير بالجواب على سؤال حضرتك هو أن أي شيء يحصل في إسرائيل في هذه اللحظة تتهم إيران، ولا نحتاج إلى الأدلة لأنهم في حالة مواجهة تقريبا. وإيران أي شيء يحدث بها بكل تأكيد سترميها في يعني من المستفيد؟ فالمستفيد من الحادث هو الذي يشار له، ولذلك كسر حالة الاستعداء وكسر عقدة الاستعداء الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وفرز الخنادق وإنهاء الحرب في غزة هو الذي يجعل الاستهدافات النوعية في المرحلة القادمة استهدافات يعني ضمن حدود، ضمن الحدود أو الخطوط الحمر. إيران تعتقد في هذه اللحظة أنها تم انتهاك مجال القومي، ولذلك يجب أن ترد، لأن هناك ضغط شعبي سيحصل عليه، وأسطورة تصدير أسطورة القوة في منطقة الشرق الأوسط سيتهشم إذا لم ترد. لأن وضع حتى الاتحاد السوفيتي أستاذ أحمد وأمريكا كان يعني لم يتقاتل بشكل مباشر، كانت هناك خطوط حمر يعني. فإيران وإسرائيل لديهم خطوط حمر، وهو عملية الاستهداف المباشر عبر القوات الإسرائيلية أو الإيرانية للعمق الأمني الإيراني أو الإسرائيلي. هذه نقطة يعني خط أحمر ممكن أن تجعل إسرائيل ترد وإيران ترد.